هرجع بيك شوية لورا. كريم طارق كان دايما معروف بالاحتفالات الغريبة، كنت دايما مشهور بماسك معين بتلبسه لما بتجيب أو تحرز هدف. فالفكرة جات لك منين؟ وليه مبطل احتفالات غريبة بقالك فترة؟ في مشاكل أو أي حاجة حصلت لك خلتك توقف شوية الموضوع ده؟ هبدأ معاك إن أول حاجة الفكرة جات لي إن أنا كنت بشوف أوباميانج على طول بيعملها احتفالات، وأنا عجبني الاحتفال ده، فقلت ليه معمولوش في الدوري المصري. فكنت عايز اختار ماتش يمكن الاعلام بيبقى مركز معاه شويه، اهلي زمالك بيراميدز. فاول ماتش كان في الجدول عندنا كان بيراميدز، فقلت يعني اجيبه معايا الماتش ده. والحمد لله ان انا الماتش ده جبت جون، كان حتى في الدقيقه 90 واحتفلت بيه. بس المشكله كلها ان انا لما احتفلت بيه خدت انذار، والناس اتكلمت ان ده احتفال مبالغ فيه. فخفت بقى ان انا بعد كده لما اجي احتفل كده تاني مثلا يدوني انذار، مع ان انا كان معايا كذا ماسك تاني جايبه والله، بس شكلي كده مش عارف البسه. كان في لقطه منتشره جدا على السوشيال ميديا الفتره الاخيره والفترات الاخيره، يعني كابتن طارق يحيى قاعد على دكه وجنبه لاعب لابس ماسك. بس احكي لي انت بقى الموضوع ده. احنا كان عندنا ماتش ودي، بس فكان كابتن طارق يحيى قاعد على الدكه كده يعني قاعد عشان الماتش الودي وكده. فاحنا كنا خلصنا تمرين وطلعنا، فانا رحت رايح لابس الماسك وقلت كده هروح اقعد جنب كابتن طارق ومش هتكلم خالص. بس فرحت رايح قاعد جنبه وقاعد كده كاني بتفرج معاه على الماتش، هو حتى مش واخد باله مني. بس ففجاه لما شافني جنبه كده بس، فيعني بلاش بقى اقول لكم قال لي بصراحه. بمناسبه الاحتفالات الغريبه، ايه اكتر احتفال في الدوري المصري لفت نظرك لاي لاعب في اي فريق؟ احتفال غريب مش بشوف احتفالات غريبه، ساعات بشوف احتفالات مثلا. احتفال عجبك؟ عجبني لا بصراحه مش بحس ان هنا في مصر بنعرف نحتفل قوي بصراحه، يعني بحس الاحتفالات بتبقى عاديه يعني. وانت دورك فين بقى الفتره الجايه في الحته دي عشان نحسن في ما انا حاولت بقى ان انا اغير الدنيا دي، بس لقيت بقى بدون انذار. فطبعا دي مشكله بقى ان انت تاخد انذار على حاجه ممكن يكون معاك انذارين قبل كده، فده يبقى انذار التالت تتوقف، فطبعا الناس مش هتسيبك في النادي يعني.